تفضل. يعني كيف هذا، وقد أخرج الإمام مالك في الموطأ وابن أبي شيبة في المصنف وعبد الرزاق أيضا أن عفوا عبد قبل ما الرحمن، تكلم ما تكمل القراءة، كيف هذا؟ مع ماذا؟ أشار إلى ها؟ نفسه، مع ماذا؟ هذا قصدي، كيف هذا؟ ما هو؟ حديث ابن السلام عليكم. مسعود، السلام على النبي. على النبي، حديث ابن مسعود على النبي، فلما قبض قلنا السلام على النبي، وأنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحيات إلى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، وذلك يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر علمهم التشهد وهو على المنبر. نعم، إذن نحن بنحول السؤال من الجنوب إلى الشمال. أنت إذا تقول اليوم السلام عليك أيها النبي، ماذا تقول في عمل ابن مسعود؟ وقبل أن تتسرع في الجواب أذكرك لأنه قد صح في غير ما رواية عن ابن مسعود أنه كان إذا علم أصحابه مثل علقمة وغيره، عبد الرحمن بن يزيد وغيره، علمهم التشهد، قال كان يأخذ علينا الحرف الحرف. وهذا من جهة فيما يتعلق بهذا الورد وهو التشهد. لكن إذا تذكرت معي ترجمة ابن مسعود التي قد تتميز على تراجم الصحابة الآخرين في دقة متابعته لأهل البدع، وتذكرت معي بصورة خاصة القصة التي أخرجها الإمام الدارمي في سننه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم أبو موسى الأشعري فضلا عن التابعين كانوا يأتون إلى ابن مسعود صباح كل يوم ينتظرون خروجه إلى المسجد. وهنا وقفة، لماذا يفعلون؟ لحرصهم على تلقي العلم من هذا الصحابي الجليل الذي كان مما وصفه الرسول عليه السلام به من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم مسعود. هو أحاديث كثيرة وكثيرة جدا، فهم كانوا يعرفون قدر هذا الصحابي الجليل، فكانوا يأتون إلى داره ينتظرون خروجه لعلهم يستفيدون فائدة منه ما بين الدار والمسجد. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. خرج وإذا بأبي موسى الأشعري يتلقاه ويقول يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته والحمد لله لم أرى إلا خيرا. قال ماذا رأيت؟ قال إن عشت فستراه، رأيت في المسجد حلقا حلقا وفي وسط كل حلقة منها رجل وأمام كل واحد منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ قال لا، انظر الأدب. أنا بلفت نور إخواننا طلاب العلم، هل ما يكاد من يظن فيه العلم يوجه إليه السؤال إلا ينبري واحد من هون واحد من هون ويجاوب من عنده، هو ليس هناك أقل ما يقال. هو يقول لا، أنا ما أنكرت عليه انتظار أمرك وانتظار رأيك. دخل الدار وخرج متقنعا وذهب إلى المسجد.
حلقة هون حلقة هون كما وصف أبو موسى، كشف عن وجه اللسان والقناع. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.